السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله سلسلة من الفيديوهات لتصحيح شهادة البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية. بالنسبة للشعب في كل مرة سنختار شعبة. اليوم سنأخذ شعبة أداب وفلسفة بكالوريا 2020 كنموذج. بالنسبة أول فيديو رح نتكلم على الكيستيون، نوعية الأسئلة، ونحاول نفهم الأسئلة المكررة التي تكرر في كل بكالوريا وتعاد، هي نفس الأسئلة تقريبا. إذن نحاول أن نفهم هذه الأسئلة حتى نعتاد عليها. في فيديو سابق شرحت كيفية فهم نص، في هذا الفيديو سأركز على الأسئلة. إذن الأسئلة في شهادة البكالوريا بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية مقسمة إلى قسمين. أول قسم هو الكمبريونسيون دو ليكري أو فهم النص، إذن عليه 13 نقطة 13 بوان. ألوغ هذه النقاط أو هذه الأسئلة كلها 13 نقطة كلها على فهم النص. إذن فهم النص له أهمية بالغة في الحصول على نقاط في اللغة الفرنسية. وحتى تفهم نص ينبغي أن يكون عندك ان باجاج لينغويستيك، يعني عندك حقيبة لغوية، تمتلك كمية من الكلمات باللغة الفرنسية تكون عارفهم، التي من خلالها تستطيع أن تفك شفرة هذا النص أو تفهم النص الموضوع في شهادة البكالوريا. إذن بالنسبة للأسئلة، ولذلك أنا أركز على القصص في أغلب، وليست أغلب بل كل قناتي هي على القصص، قصص باللغة الفرنسية من البسيطة إلى المتوسطة الفهم إلى الصعبة إلى الروايات، حتى يتحصل، ينبغي على الطالب أن يكرر هذه القصص ويحفظها حتى يتحصل على هذا اللي يسموه له باجاج لينغويستيك، أو يكون عنده كمية هائلة من الكلمات باللغة الفرنسية. أعود إلى الكيستيون. ألوغ بالنسبة للأسئلة، la compréhension de l'écrit قلت عليها 13 نقطة، و la production écrite voilà يعني التعبير أو الإنتاج الكتابي عليه 7 نقاط. نبدأ ب la compréhension de l'écrit. أول سؤال يعطيك جملة من النص، جملة une phrase، جملة بالفرنسية une phrase، ولا نسموها proposition. proposition يعني جملة. Alors, يعطيك جملة من النص، بعد يقول لك cette proposition veut dire que، هذه الجملة veut dire que تعني أن، ويعطيك المعنى نتاع هذه الجملة، يعطيك ثلاث معاني، واحدة منهم فقط صحيحة. إذن كان بعض الطلبة يكتب ثلاث جمل ثم يكتب بعلامة خاطئة للجملتين وبعلامة صحيح لجملة، لكن هو هنا وش لما نكمل قراءة هذا السؤال نجد أننا بين قوسين recopier la bonne réponse، انقل الإجابة الصحيحة. إذا مطلوب فقط نقل الإجابة الصحيحة، وبما أننا في موضوع أدبي يعني اختبار في مادة أدبية، إذا ينبغي أن نكون واضحين. إذا لا داعي لأننا نكتب الجمل ثلاثة ونبين للمصحح أننا لا نفهم الفرنسية، ولكن نكتب الجملة، نكتب بعدها هذه الجملة cette proposition veut dire que تعني أن نقطتين، وننقل فقط الإجابة الصحيحة. بالنسبة للسؤال الثاني أيضا يأخذ جملة من النص، هذه جملة ثانية مأخوذة من هذا النص، ثم بعد ذلك يقول صاحب الأسئلة الذي كتب الأسئلة relever استخرج من النص، relever du texte استخرج من النص ماذا؟ les deux phrases qui le montrent، les deux phrases الجملتين التي تبينان هذه الجملة أو التي توضحان هذه الجملة أو التي تثبتان هذه الجملة، أي جملتين لهما علاقة بهذه الجملة. داكوغ. ثم بعد ذلك السؤال الثالث soit les expressions suivantes، إذن يعطيك des expressions دائما في جميع البكالوريات، يعطيك مجموعة من التعابير، هذو يسموهم les expressions لما همش جمل
ce ne sont pas des phrases ou bien des propositions, mais ce sont seulement des expressions. عبارات نضعها داخل الجمل. إذا يعطيك هذه العبارات ثم يعطيك وش يقول لك؟ يقول لك كلاسي لي. إذا كلاسي لي، إذا وزعهم، يعني تضع جدول أو تضع مثلا كما هنا كلاسي لي سولون، بحسب كال غونفوا أو، إذا تعود إلى، هل تعود مثلا هنا إلى هذه إكسبرسيون أو تعود إلى هذه الإكسبرسيون. إذا تقسمها، واحدة تأخذها لهذه وهذه تأخذها للثالثة والرابعة، لحساب فهمك لهذه العبارات وفهمك للنص. إذا دائما مرتبطة بالنص، إذا هذه العبارتين هما موجودين في النص. إذا توزع هذه العبارات، هنا دائما هذا السؤال، هل هم مرتبطين بالأولى أم مرتبطين بالثانية؟ لمرتبطين بالأولى تضعهم في الأولى، لمرتبطين بالثانية تضعهم بالثانية. السؤال الرابع هو يعطيك مجموعة من الجمل من النص ويقول لك غيبوندي، أجب بي فغي أو فو. إذا تكتب هذه أربع جمل وتكتب هنا أمامها فغي أو فو، فغي أو فو، فغي أو فو، فغي صحيح، فو خطأ. بالنسبة للسؤال الخامس أيضا يعطيك جملة من النص، هاي جملة من النص، ومن بعد السؤال هو تخوفي أوجد دون لو تخوازيام باراغراف، في الفقرة الثالثة من النص، أوجد لا فراس كي لو مونتر، الجملة التي تثبت هذه الجملة. يعني تقريبا سؤال معاد، ولكن أيضا دائما هنا دائما في كل أسئلة البكالوريا يوجد هذا السؤال ويحدد لك هنا الباراغراف، أحيانا لو دوزيام باراغراف، أحيانا كاتريام باراغراف، يقول لك استخرج اجبد لي من هذه الفقرة، أوجد لي لافخاز التي تثبت هذه العبارة أو تثبت هذه المقولة. السؤال السادس أيضا سؤال تقليدي في كل البكالوريات، à qui ou à quoi renvoie les pronoms soulignés. إذن يعطيك جمل des propositions من النص فيها موجودة des pronoms مثلا elle, je, il avec s مثلا هنا nous، ويقول لك تعود إلى من. إذن هذه les pronoms هذون soulignés يعودون إلى من أو إلى ماذا؟ إلى من هي إلى à qui، إلى من أو أكوا، لماذا؟ إذن تعود لمن، لشخص أو لشيء، أكي أو أكوا، أكي لشخص أو أكوا، لماذا تعود هذا؟ دكور؟ وتجاوب هنا إل غنفوا أ، جو غنفوا تعود إلى، إل أفك أس تعود إلى، نو نحن تعود إلى. بالنسبة للسؤال السابع يعطيك جملة من النص، سيتي، سيتي يعني ورينا، سيتي لي دو اكسيون دو سيت ميسيون، اعطينا لي دو اكسيون دو سيت ميسيون، لي دو اكسيون زوج افعال لهاد لا ميسيون، هذه البعثة، هذه البعثة، هذه واش دارت؟ من النص لي دو اكسيون، تعود فهم النص. السؤال الثامن يعطيك جملة أيضا من النص، ما تقول لك par exemple ici face à cette situation les combattants ont été soutenus par le peuple algérien dites en trois lignes. إذا هاي بلون هذا en gras، dites en quelques lignes، تكلم في ثلاثة أسطر، وكأنه تعبير صغير، تمهيد لل production écrite. دائما هذا السؤال يكون دائما الثامن تمهيدا لل production écrite. يقول لك dites en trois lignes، في ثلاث أسطر، جاوب quelles étaient les différentes actions populaires qui avaient permis aux combattants algériens de gagner la guerre de libération. تكتبها بتعبيرك الخاص، تكتب من خلال ثلاث أسطر المطلوب منك في السؤال، وكأنه تعبير من خلال هذه الجملة. إذا في تصحيحاتنا القادمة في البكالوريا سنجيب على نستعمل هذه، نجد هذه النوعية من الأسئلة وسنجيب، ولكن عليكم تحسين لو باجاج لينغويستيك تاعكم.
pour la production écrite, دائما كاين دو سوجي. سوجي الاول اللي هو كونت روندو اوبجيكتيف، وبالنسبه للسؤال الثاني هو تعبير حر، يعني تكتب، لازم تكتب تعبير حر يعتمد على البلاغه تاعك في الكتابه بالفرنسيه، وعليه 7 نقاط. اذا ممكن انه من خلال لو كونت روندو سنقوم ببعض كلكو فيديو راح نديرهم على لو كونت روندو كيفاش كتابته. اما بالنسبه للتعبير الحر فهو يعتمد على مدى امكانياتك في اللغه الفرنسيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.